أعلنت هيئة الرقابة المصرفية أن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل من القروض في أكتوبر نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال بنك إسرائيل أنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار شيكل أو ما يعادل 727 مليون دولار الشهر الماضي.